الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني عشر من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الكريمة السابعة والعشرين، وهي قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أيها الإخوة، موضوع الجن موضوع إخباري، هناك موضوعات حسية أداة اليقين بها الحواس الخمس، أي أن الشيء إذا ظهرت عينه وآثاره سبيل اليقين به الحواس الخمس أو استطالاتها كالمراصد والمجاهر. أما الشيء الذي غابت عينه وبقيت آثاره، هذه موضوعات عقلية سبيل اليقين بها العقل. في الدين موضوعات ثالثة، موضوعات إخبارية لا سبيل لا إلى الحواس ولا إلى العقل كي يوقن بها، موضوعات إخبارية. أنت حينما تفكر في خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض الشيء الأول الثابت في طريق الإيمان، هذا الكون ينطق بوجود إله موجود وواحد وكامل، وكمال الخلق يدل على كمال الوجود. هذا الإله العظيم من كماله أن يرسل لعباده رسلاً وأن ينزل كتباً ليعرفهم بأنفسهم وبالمهمة التي أنيطت بهم. أما الذي جاء بهذا الكتاب يقول: أنا رسول الله. الكتاب يحتاج إلى شهادة من الله عز وجل لعباده أنه كلامه. إعجاز القرآن شهادة الله له بأنه كلامه، ووقوع الوعد والوعيد شهادة أخرى من الله لعباده أنه كلامه. إذن الذي جاء بهذا الكتاب هو رسوله. آمنا بالله موجوداً وواحداً وكاملاً عن طريق الكون، وآمنا بقرآنه على أنه كلامه القديم من خلال الإعجاز ووقوع الوعد والوعيد، وآمنا برسوله من خلال قرآنه. ثلاثة أسباب عقلية للإيمان بقي السبب الآخر: الإله العظيم والكون يشهد له، وكتابه وإعجاز القرآن يشهد له، ونبيه ببيانه وهو المعصوم يشهد له. الآن انتهى دور العقل وجاء دور النقل. دور النقل
لا سبيل إلا لتصديق كلام الله أو كلام النبي. الخبر الصادق عن طريق النقل عرفنا أن هناك عالماً هو عالم الجن، فالإيمان بالجن تصديقي لا تحقيقي، الإيمان بوجود الله وأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى إيمان تحقيقي، والإيمان بالقرآن الكريم من خلال إعجازه ووقوع الوعد والوعيد تحقيقي، والإيمان برسوله الكريم من خلال قرآنه تحقيقي. انتهى دور العقل وبدأ دور النقل. الآن أخبرنا الله أن هناك حياة أبدية خلقنا من أجلها، أخبرنا الله أن الله عز وجل سيحاسبنا عن كل شيء، أخبرنا أن هناك أنبياء كثر جاءوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من قص علينا القرآن ومنهم من لم يقصص، أخبرنا أنه بعد الموت هناك برزخ إلى يوم القيامة، أخبرنا أن هناك جنة يدوم نعيمها وهناك نار لا ينفد عذابها، هذه كلها إخباريات. وأخبرنا أنه حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وفي آيات أخرى حملها الإنس والجن. يا معشر الإنس والجن، وفي يا معشر الجن والإنس، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذاً موضوع الجن بكل تفاصيله موضوع إخباري لا عقلي ولا حسي ولا استنباطي، موضوع إخباري. تؤمن بالجن إيماناً قطعياً حينما تؤمن بأن هذا الإله العظيم من خلال الكون كماله مطلق، وأن النبي الكريم من خلال قرآنه لا ينطق عن الهوى. إيماننا بالجن إيمان إخباري، هي حقيقة أولى أيها الإخوة. لكن أنا أنصح أي إنسان أراد أن يدعو إلى الله ليمتنع عن طرح الموضوعات الإخبارية لمن كان إيمانه بالله مهزوزاً، ما معك دليل لا حسي ولا عقلي، معك دليل إخباري. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان بالحوض، الإيمان بالصراط، الإيمان بأصل العالم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، الله أخبرنا. الإيمان ببداية البشر من آدم وحواء، الإيمان بما بعد الموت، هذه كلها قضايا إخبارية. إلا أن ابن القيم وحده اعتقد، وأنا معه في هذا الاعتقاد، أن الإيمان باليوم الآخر دليله عقلي وتفاصيله نقلية، لأنه لا يعقل لكمال الله المطلق أن يكون في الأرض أقوياء طغاة وضعفاء مظلومون وتنتهي الحياة، أغنياء وفقراء أعمارهم مديدة وأعمار أناس كثر قصيرة، أصحاء ومرضى وتنتهي الحياة، هذا مستحيل، لا يتناسب مع كمال الخلق الذي يشير إلى كمال الخالق. أيها الإخوة، إذاً موضوع الجن بقضه وقضيده بكل تفاصيله موضوع إخباري، الإيمان به عن طريق الخبر الصادق. الآن الناس حيال هذا الموضوع فريقان، فريق أعطى الجن، ومعظم المسلمين الذين لم يطلبوا العلم، أعطى الجن قوى رهيبة، أعطاه علم الغيب، أعطاه
إسعاد الإنسان، أعطاه إضلاله، أعطاه قوى خارقة، هذا كله باطل. وأناس آخرون ماديون أنكروا وجود الجن، والحقيقة وسط بين طرفين. وأنا مضطر في هذه الآيات المتعلقة بالجن أن أوضح بعض الحقائق. أولاً، الجن موجودون، نحن مؤمنون بكتاب الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الجن ورد ذكرهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وهم متنوعون، منهم صالحون ومنهم طالحون، منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. هناك جن صالحون مؤمنون، وهناك جن ضالون مضلون فاسدون مفسدون، لكن النبي لم يرهم. أخبر أنه حضر مجلسه نفر من الجن، لم يرهم. الآن، ومنهم كذابون وسفهاء، ومنهم ساذجون، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، كانوا يكذبون، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. منهم من يكذب، ومنهم من يصدق الكذب، وتصديق الكذب نوع من السذاجة. هذا كله قرآن. بموضوع الجن لا يستطيع واحد منا أن يتكلم برأيه، موضوع إخباري، ولا نستطيع أيضاً أن نزيد على الإخباريات ولا أن ننقص منها. الجن عندهم استعداد للهداية. إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن الجن عندهم استعداد للهداية. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هذه آية كريمة. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. إذن عندهم استعداد للهداية. الآن الحقيقة الخطيرة، وهي أخطر حقيقة في هذا الدرس، لن ينتفع الإنس إطلاقاً إذا لاذوا بالجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً. لا يمكن أن تنتفع من الجن إلا أن تزداد مرضاً وقلقاً وخوفاً وسقوطاً من عين نفسك ومن عين الله. الدليل الآخر أو الحقيقة الخطيرة الأخرى أنهم لا يعلمون الغيب. الله عز وجل روى لنا قصة عن سيدنا سليمان، وقد كلف الجن بأعمال شاقة، ومات هذا النبي الكريم، وما دل الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما قضينا عليه الموت سيدنا سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. أخواننا الكرام، الحقائق هذه يمكن أن تركل بها مليون قصة ما لا أصل. الجن لا يعلمون الغيب، بل سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب. قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء.
لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، سيد الخلق وحبيب الحق، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. واضح؟ لذلك الجن لا يقدرون أن يفعلوا شيئاً. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دققوا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا القرآن وهذه الحقائق، في ضوء هذه الحقائق يمكن أن تركل بقدمك مليون قصة لا أصل لها ولا واقع لها ولا مؤدى لها. والله لولا أنني أعلم علم اليقين أن مساحات شاسعة من بلاد المسلمين يؤمنون بخرافات وأساطير وترهات وخزعبلات ودجل وابتزاز لما ذكرت هذا الموضوع، ومثقفون، ومن يحمل شهادة عليا، والذين يعملون في هذا الحقل يبتزون أموال الناس، وفي حالات كثيرة ينتهكون أعراضهم إن كنا نساء، يبتزون أموال الناس وينتهكون أعراضهم. وأنت حينما تتصور أن جنياً اقترب منك بوسوسة أو بتزيين شهوة أو بإثارة فتنة، يكفيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحترق الجني. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، انتهى الأمر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معك سلاح فتاك أن تستعيذ بالله، لك محتاج واحد، لك بدي ديك أسود بالذات، بدي خروف مونس، وبدي ألف ليرة، وأنا بطلع لك إياه، بكتب لك كلمات ما لها معنى إطلاقاً، بيتكلم كلام ما له معنى إطلاقاً. وإذا المستجير كان امرأة اعتدى على عرضها، هذا واقع كل يوم، وعندي قصص وموثقة. كفانا خرافات، وكفانا خزعبلات، وكفانا أوهام، وكفانا أخطاء، وكفانا عقائد زائغة وباطلة. الآية الأصل في هذا الموضوع، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يفعل معك شيئا. أيها الإخوة، لذلك علامة عقلك وعلامة سلامة عقيدتك وعلامة حسك الإيماني الأصيل أن تركل كل هذه القصص وتلك المحاولات وهذه الأوهام والأباطيل والخزعبلات والكذب والدجل بقدمك، ولا تعبأ بذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، تكفيك هذه الآية، كن عبدا لله ولن تستطيع الجن بأكملهم أن ينالوا منك. إن عبادي
ليس لك عليهم سلطان، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صار في أمراض نفسية، صار في وساوس متسلطة، صار في خوف، صار في قلق وهلع وجبن، ابتزاز. أيها الإخوة الكرام، أما الآية التي نحن بصددها، الله عز وجل خلق آدم وخلق حواء وهم مكلفون أن يعبدوا الله عز وجل. لو أنه خلقهم في الأرض مباشرة لا في جنة الأرض، لو أنه خلقهم كما نحن عليه، سيدنا آدم وسيدة حواء يفتقران إلى خبرة متعلقة بالشيطان. لذلك كان الدرس البليغ لسيدنا آدم ولحواء ولذرية آدم من بعده إلى يوم القيامة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يكرهك بزوجتك ويزين لك امرأة أجنبية لا تحل لك، لها زوج ولها أولاد، والقصص في هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى. الشيطان يخوفك أن تنفق مالك، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يزين لك المعصية: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. دائما يشكو: بيت ومركبة وزوجة وأولاد ودخل كبير، يشكو دائما ولا تجد أكثرهم شاكرين. والمؤمن يشكر على قطعة خبز يأكلها قبل أن ينام: يا ربي لك الحمد، أذن فضلك علينا. يشكر الله على صحته، على أن آواه في بيت، وكم ممن لا مأوى له. ونحن جميعا ينبغي أن نشكر الله على نعمة الأمن في بلادنا. ترون ماذا يجري حولنا. أيها الإخوة الكرام، لآتينهم من بين أيديهم، تقدم ومجتمع الحضارات، والمرأة نصف المجتمع، والعولمة، دين جديد هذا، يعني حيواني. نعم، هي من بين أيديهم ومن خلفهم. نعود إلى الآراميين، نعود إلى أقوام وثنية بمصر الفراعنة، ونغفل الإسلام منهج الله في الأرض. وعن أيمانهم: وضوءك ما صح، ما شعرت ببلال، وساوس متسلطة. والله مئات، والله ألوف بيبقى بالحمام خمس ساعات، بعيد الوضوء خمس مرات، بعيد الصلاة سبع مرات، وسوسة. وعن أيمانهم، يعني بيمنعوا يعمل خير بدليل أنه الآن الناس، أنت ترائي للناس بهذا العمل، إذاً لا تفعل هذا الخير. والله عشرات بل بضع عشرات من الإخوة بسذاجة عجيبة توقف عن فعل الخير، قال لي ألا يكون مرائياً. من قال لك ذلك؟ هي من الشيطان، هي عن أيمانهم. يعني لما قصفت أفغانستان في رمضان، هذا وحيد القرن سألوه أنه معقول تقصفها برمضان، هذا شهر مقدس؟ قال بدر برمضان كانت كمان. فالشيطان داخل أمور ديننا بشكل دقيق جدا. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. وعن أيمانهم يأتيك من الجانب الإسلامي، أن الفاتحة فيها 14 شدة، في واحدة ما نقصتها الصلاة باطلة، راحت الصلاة. بتلاقي بيقع الإنسان المؤمن الطيب البسيط بوساوس متسلطة تسحقه. مين خلق الله؟ بيموت منها. هي أنا جوابي،
أي خاطر يزعجك ليس منك اطمئن، هذا من الشيطان، ولا تعبأ به ولن تحاسب عليه، لأنك انزعجت منه، لو كان منك لما انزعجت منه، لروجته وارتحت إليه. لذلك يمكن أن تنسى كل هذه الخطرات التي لا تعجبك. شيء آخر، الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل، طمأن، مهما جاءتك الخواطر التي لا ترضيك لن تحاسب عليها، لا تحاسب إلا على عملك فقط لا على خواطرك.